اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. نرحب بمستمعي روت اف ام في المملكه العربيه السعوديه عبد الله الفرج وعبد الكريم الجاسر ومضيف حلقه الليله فقرتنا اليوميه بين قوسين. نتابع المقال ثم نعود. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة للكاتبة مها العبد الرحمن بصحيفة الرياض بعنوان ما بعد المحلية، حيث بدأت الكاتبة مقالتها بالعبارات التالية: مع احتدام وطيس المنافسات الكروية بين الأندية على المستوى المحلي أو حتى الآسيوي، وسباق المراكز والتقدم والتأخر للمراتب، وارتفاع مؤشرات التحدي والرغبة بعد كل موسم أو بطولة، وإعداد العدة لما يلي، كل ذلك وجدوة الطموح متوقدة في نفوس الجميع لاعبين ومسؤولي أندية وجماهير، مما يشعرنا أنه الحال المثالي للدوري السعودي الذي منحه الهيبة والتميز والأفضلية ما بين الدوريات العربية والخليجية. الأجواء المشحونة والمعبأة بالتفاؤل والآمال والمشاعر المشتعلة جميلة ورائعة ومعبرة عن فرقنا وأوساطنا الرياضية ومشجعة على المتابعة بحماسة وطموح، فكل ذلك جميل، ولكن الأحلى والأجمل أن نخرج من تلك المنافسات المحلية بخلاصة تخدم المنتخب الوطني الأول، سواء من حيث التعرف على المستوى الحقيقي للاعبين ومن ثم التحديد الدقيق. ولأجل هذا تشيع روح المنافسة الشريفة الخالية من التعصب والانحياز، فيغدو بالمحلية دروس تعلم اللاعبين بعد تلك المواجهات أن من لعب ضدك قد يلعب معك، لذا من المفيد أن تتعرف لمواطن القوة فيه، إما لتتعلم منها أو لكي تتفهم حين يلعب معك جنبا لجنب الأخضر والأبيض. وأضافت الكاتبة قائلة: ما قبل عودة مشاركات المنتخب، ولكي نضمن عودة الثقة والهيبة علينا أن نغير ما بأنفسنا ليغير الله حال رياضتنا السعودية. فالحروب الأهلية والتناحرات الداخلية ما تفشت في أي مكان إلا أسقطته ودمرت تماسكه وقوته، وأخال هذا ما حل برياضتنا على مستوى المنتخب أو المشاركات المختلفة. نريد للمنتخب حصاد خير الأندية مجتمعة، نريد له وفاء وولاء جماهير النصر وصبرهم معه، نريد له وفاء وولاء جماهير النصر وصبرهم معه وعليه، ونريد جماهيرية الهلال التي لا تقبل إلا بالفوز أو الفوز، وتعاتب وتعاقب ناديها إن تكرر منه التخاذل والإخفاق غير المبرر. وفي ذات الوقت نود أن تغدو تلك الجماهير برقي جماهير الأهلي ومثالية جماهير الليث، لنشهد فرحة مدوية كتلك التي يحتفي بها جماهير الاتحاد أثناء وقفتهم وحضورهم المتألق والمختلف في مدرجاته. واختتمت الكاتبة مقالتها بقولها: نحلم وبأيدينا أن نفكر ونخطط ليغدو الحلم حقيقة، ونحن يدا بيد، يكفي أن ذلك سيكون لخاطر الوطن الغالي على قلوب الجميع بلا استثناء. هذه مقالتنا اليومية بين قوسين. خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في الرياض: النعيمي كوز من هلالي الموسم القادم. في الاقتصادية: العفالق أمام التعاون أخلاقنا لا تسمح. في اليوم: لمسة يد تشعل مواجهة الغد بين القادسية وهجر. في عكاظ: اتحادي عودة البلوي والباز ستدعمنا محليا وقاريا. في المدينة: لاعبو الاتحاد يرفضون مكافأة الفوز. وفي المدينة أيضا: تكتيم أفواه لاعبي الأهلي عن وسائل الإعلام. في النادي: عبد العزيز التويجري الرائد مثل أندية دارفور والتعاونيون سيدفعون ثمن الشماتة. هذه عناوين صحافة الصباح. نشوف ضيوف حلقة الغد. نايف العنزي المحلل والناقد الرياضي، وعادل الزهراني الكاتب والناقد الرياضي.
عبد الله شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك ولزميلي وللمشاهدين والمستمعين. والمستمعين ابو يزيد شكرا جزيلا. الله يحييك، الف شكر لكم الزميل عبد الله والساده المشاهدين والمستمعين. وعدنا غدا 11:30 في امان الله. شكرا.